في ظل نظام اقتصادي ريعي بسبب اعتماده بنسبة 95% على إيرادات النفط بأسعارها المتذبذبة، تحول بسببه نحو 178 ألف مصنع في العراق كانت موجودة قبل عام 2003 إلى مخازن للسلع المستوردة أغرقت بها السوق العراقية من مناشئ معظمها رديء أو منتهي الصلاحية من دون مراعاة المواصفات بحسب جهاز التقيس والسيطرة النوعية. ووفق بيانات وزارة التخطيط بلغ عدد المنشآت الصناعية الكبيرة 1161 منشأة في عام 2018، منها 600 منشأة عاملة و591 منشأة متوقفة، في حين لا يتجاوز عدد المشاريع الصناعية المسجلة في اتحاد الصناعات العراقية في الوقت الراهن عن 54 ألفا بحسب رئيس الاتحاد علي الساعدي، الذي كشف عن أن 90% من تلك المشروعات متوقفة، مؤكدا وجود 5 مدن صناعية فقط تأسست 4 منها قبل عام 2003 وجميعها غير مكتمل وأغلبها لا تشهد حياة صناعية، واصفا وضعها بالطارد للاستثمار. وتصف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار ندى شاكر جودة الحالة العراقية باللا تخطيط، وأرجعت سبب التراجع الكبير في الصناعة لمصلحة الاستيراد إلى وقوف شخصيات سياسية متنفذة في طريق تطوير الصناعة خدمة لمصالحهم الشخصية، لأنهم يملكون مصانع خارج العراق تتعامل مع البلاد سوقا استهلاكية. وزير الصناعة الأسبق محمد الدراجي كشف من قبل عما سماه مخطط تحطيم الصناعة العراقية بتنسيق من أطراف خارجية لم يسمها وضغط منها، مؤكدا أن المهمة التي تفرضها القوى السياسية النافذة على أي وزير يكلف بإدارة وزارة الصناعة هي إيقاف المصانع والمعامل المحلية والاعتماد على الاستيراد. وليس لبصمة إيران عن الأمر ببعيد بعد أن أقر نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء العرجي بتدخل إيران وسفيرها في بغداد لمنع تطوير الصناعة والكهرباء في العراق لحماية مصالحها. أقولها بصراحة، الجمهورية الإسلامية كان عندها موقف كبير على اعتبار كانت تتضرر من تصدير الغاز للعراق أو بيع، كان عندها موقف سلبي، يعني موقف بالضد من هاي المشاريع. جوي عليه وقالوا لي لا. ايش قالوا له؟ قالوا له وقف هذا الموضوع. الجوي عليك الجمهور الإسلامي شو؟ يعني في حين جاء السفير قام يستطلع شنو هذا المشروع الجديد اللي جاي بيه وش يسوي وكذا. ويكفي أن نعلم أن الصين وإيران هما أكثر الدول المصدرة للعراق وفقا لتقرير صادر عن مؤسسة نينغ للتحقيقات الاستقصائية، لندرك حقيقة ما يحصل ومن هو المحور الذي يضغط باتجاه الإجهاز على الصناعة العراقية.